بطوله تدعم فريقك. البطولات مش تدعم، التدعيم ده وسيله. تدعم باللي يجيب لك بطولات. ما انا ممكن اعمل لك اسهامات جباره وما تكسبش بطولات. ما هو كريستيانو كريستيانو راح النصر كان نتائج النصر السنه اللي قبليها افضل، ابتدى يفوق دلوقتي وابتدى. لكن عايز اقول ايه، ما هوش ده الشرط، مش ده الشيك اللي على بياض ان لما اجيب لعيبه واعمل سكواد، انما هو وسيله من ضمن حاجات تانية تساهم في اطمئنانك على قدرتك على المنافسه وحظ البطوله. وحتى يكون الاطمئنان كافيا وكاملا على الاهلي ومسيرته واوضاعه العامه، معا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. مساء الخير يا دكتور، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير المهندس عدلي يا دكتور، على مشاهدين كل الكرام. طب استلم انت المهندس عدلي عشان انا مش قادر عليه بصراحه. انتوا اساتذه التسويق مع بعض طبعا. انتوا يا دكتور سعد، الحقيقه النادي الاهلي كان خليه عمل ونحل في كافه الاتجاهات. يعني انا النهارده لحد اغلاق باب القيد كان النادي الاهلي مشغولا يسابق الزمن عشان يقدر فخري يروح فاركو، محمد فخري اللحظات الاخيره وعلشان رأفت خليل يروح زد، فخري راح بيع نهائي ولكن مع حق الاسترداد وهنقول لكم التفاصيل بعدين، بينما رأفت خليل حجز المركز الاخير في الاعارات، راح زد اعارات سنتين مع حق الاسترداد برضه هنقول لكم التفاصيل، ولكن هكذا الحل عندنا. ولكن انت عندك برضه خليت النحل بتاعتك كبيره، المنحل بتاعك عمل ايه؟ خليني طبعا في البدايه يعني اسمحوا لي ان انا اتقدم بالصادق العزاء في ضحايا الزلزال الاليم وايضا الاعصار الاليم في كل من المملكه المغربيه الشقيقه ودوله ليبيا الشقيقه في الحقيقه، وايضا اتقدم بالصادق العزاء في ايضا ضحايا هذا الاعصار الاليم من ابناء الدوله المصريه في الحقيقه. وعلى الرغم من ان الحدث الانساني ده اليم جدا على قلوبنا كلنا، الا ان احنا برضو في وسط هذه يعني المحنه اتقدم بالشكر الجزيل للدوله المصريه وايضا للقوات المسلحه المصريه في الحقيقه اللي نهضت بسرعه كبيره جدا وقدمت كل يد المساعده والمسانده للاشقاء في الدولتين العربيتين الشقيقتين المملكه المغربيه ودوله ليبيا. يمكن زي ما حضرتك كابتن عدلي تفضلت مشكورا، النادي الاهلي طول عمره خليه نحل. يمكن انا هعرض مجموعه من الحاجات توضح ضخامه العمل داخل مؤسسه كبيره وعريقه مثل مؤسسه النادي الاهلي، وده ما بيجيش من فراغ ان النادي الاهلي هو اكبر المؤسسات يعني الافريقيه في صناعه الرياضه النهارده، والكل بيعجب بهذه المؤسسه وقوتها. هعجز يعني في عناوين سريعه كده هروح بيها بسرعه. النهارده الحمد لله احنا كنا متواصلين مع بعثه النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه، ولينا ان احنا نعرف بعثه كره القدم اللي متواجده في المملكه العربيه السعوديه في افراد من مجلس الاداره متواجدين حاليا مع البعثه، بمجرد ما هيرجعوا يوم 16 هيسافروا على طول مباشره بعضهم كرئيس للبعثه زي الدكتور محمد شوقي رئيس لبعثه النادي الاهلي المسافره لبطوله كاس العالم لكره السله في سنغافوره يوم 19. عندنا ايضا يوم 27 عندنا كمان البعثه المسافره للكونغو، فريق النادي الاهلي لكره اليد وفريق النادي الاهلي ايضا لكره اليد السيدات ورجال مسافرين لدوله الكونغو للمشاركه في البطوله الافريقيه لكره اليد السيدات ورجال. بعدها مباشره عندنا بعثه مسافره يوم 29 الى دوله قطر الشقيقه للمشاركة في بطولة العربية الـ 35 لكرة السلة. عندنا بعد كده في البحرين أيضا، ودي بعثة بيقودها أيضا عضو مجلس الإدارة الدكتور مهند مجدي، عندنا بعثة أخرى مسافرة يوم 14 إلى مملكة البحرين الشقيقة أيضا بيترأس البعثة الزميل الفاضل الأستاذ محمد الدمار. أنا بس بقول بعثة الكونغو مين الرئيس ولا لسه؟ بعثة الكونغو النتيجة للسفر المستمر للسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين، المهندس خالد العوضي مدير النشاط الرياضي هيبقى متواجد كرئيس للبعثة. أنا بس بدي إحنا عندنا لحد إن شاء الله شهر مارس بخلاف كرة القدم عندنا 20 بعثة رسمية مشاركة في بطولات عالمية وقارية ودولية.
واقليميه. انا بس بدي حجم عدد البعثات اللي احنا موجودين بنشتغل عليها طبعا، موجودين في البعثات الرياضيه، وده يبين حجم مؤسسه النادي الاهلي، حجم مؤسسه النادي الاهلي على المستوى القاري، على المستوى العالمي، على المستوى في الحقيقه العربي. ده بالنسبه للنشاط الرياضي طبعا، لسه بخلاف كره القدم، لان احنا عندنا بعثات كره القدم برضه، عندنا في حدود 12 بعثه هتسافر في كره القدم، سواء كان في مباريات الدوري الافريقي السوبر ليج، سواء كان في البطوله الافريقيه، موجودين ان شاء الله. والماتش بالنسبه للماتش سان جورج الاثيوبي اللي هيبقى يوم 24 و29، ده احنا الحمد لله يعني بناء على طلب سان جورج ان يتلعب المباراتين في القاهره، وده بيعكس في الحقيقه ايضا الثقه في قدرات النادي الاهلي التنظيميه، وايضا المناخ المتميز داخل الدوله المصريه، وبيعكس كمان علاقه النادي الاهلي بكل الانديه الاشقاء داخل القاره الافريقيه، وعلاقات التعاون مع كل الانديه الافريقيه والعربيه ايضا. ده بالنسبه على جانب الشق الرياضي. عندنا ايضا على جانب الشق الاخر، وهو استقبال الاعضاء الجدد، وخليني من خلال برنامج حضرتك كابتن عادلي واستاذ ابراهيم ان احنا نرحب بالاعضاء الجدد اللي انضموا لاسره النادي الاهلي الكبيره في كل فروع النادي الاهلي، سواء كان في احدث الفروع وهو فرع القاهره الجديده، وايضا فرع الشيخ زايد، وايضا المقر الرئيسي في كل من الجزيرة ومدينة نصر. بنرحب بيهم بين أعضائنا وأعضاء الجمعية العمومية الموقرة اللي احنا بنفتخر بيها، وما زلنا مستمرين. وده يمكن خليني برضو أنتهز الفرصة وأدعو السادة الراغبين في الانضمام إلى هذه الأسرة العريقة، أسرة النادي الأهلي الكبير، ان هم يسارعوا في انهاء اجراءات العضويه اللي هم حصلوا عليه استمارات، سواء كانت استمارات ورقيه من كل المقرات او استمارات عبر الموقع الالكتروني اخذوها ايضا. قدامهم الفرصه لنهايه هذا الشهر لسرعه سداد واستكمال اجراءات العضويه، حتى يتسنى ليهم ان هم يتمتعوا بالسعر القديم اللي فرق تقريبا بينه وبين السعر الجديد 114,000 جنيه، وده اعتقد مبلغ كبير يجب الزملاء الافاضل الراغبين وحصل على استمارات ان هم يسرعوا ويتوجهوا الى اداره الاشتراكات، لان احنا لسه مستمرين في العمل حتى الساعه مساء. وده كان قرار من مجلس ادارتنا الموقر برئاسه كابتن محمود، ان احنا ملتزمين مع كل الناس اللي هم سحبوا الاستمارات نتيجه للازدحام الشديد اللي كان موجود. قلنا لهم اي حد حصل على الاستماره وسدد قيمه الاستماره سواء كان داخل المقرات او اونلاين، احنا ملتزمين معاه لحد نهايه هذا الشهر بسداد وفقا للاسعار القديمه. ده بالنسبه للجانب ده، ومن خلال برنامجكم انا بناشدهم ان هم بسرعه يتوجهوا. ده بالنسبه اللي سحبوا استمارات قبل 31/8، لكن اللي بعد كده بقى ده بالاسعار الجديده. حتى نهايه يوم 31/8 اي حد حامل الاستماره احنا هتعتبره انه حجز، ان هو حجز مكانه وفقا للاسعار القديمه لحد يوم 30/9 يقدر يشارك ويسدد ويتوجه الى المقرات بتاعتنا. احنا بنشتغل لحد الساعه 9 مساء. الجزء الثاني ايضا ان احنا ودي كانت المرحله الاولى، ويمكن احنا يمكن اكثر من مره من خلال برنامجنا الموقر كنا حريصين ان احنا نناشد كل الساده الراغبين في الانضمام لعيله النادي الاهلي واسره الاهلي الكبيره، ان هم عندنا احنا قسمنا موضوع قبول العضويات الى ثلاث مراحل رئيسيه. لحد يوم 31/8 دي كانت المرحله الاولى، وقلنا يا جماعه ان من يوم 1/9 سوف يتم تصديق الاسعار الجديده اللي اقرتها الجمعيه العموميه الموقره واعتمدها مجلس الاداره واعتمدت كمان من الجهه الاداريه، وعشان احنا داخلين على المرحله الثالثه. لكن خليني في المرحله الثانيه دي اللي بتبدا من يوم 1/9، هذه المرحلة فيها حاجتين مهمين جدا أنا حابب أوضحهم برضو للسادة المشاهدين لهذا البرنامج العريق، إن إحنا بنقول لهم لو سمحتوا خلي بالكم إن المرحلة الثانية هي فرصتها برضو يعني محدودة شوية، لأن مجلس الإدارة الموقر قرر قبول فقط في هذه المرحلة 2000 عضوية لحد يوم 1/1/2024، لأن هيتم دراسة زيادة الأسعار مرة أخرى نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل زي ما احنا
عارفين، فهيتم الدراسه في واحد واحد، اعاده النظر في اسعار العضويات مره اخرى. فدي فرصه فيها حاجتين مهمين، ان الاعداد المطروحه في المرحله الثانيه قليله، هم 2000 عضويه فقط في كل فروع النادي الاهلي، كمان ان احنا هندرس مرة أخرى الأسعار اللي احنا هنطبقها في الفترة الحالية. طب النادي الأهلي قدر يعمل إيه في المرحلة الثانية؟ في الحقيقة أيضا مجلس إدارتنا الموقر برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اللي أنا يعني بنتهز الفرصة أيضا من خلال البرنامج أتمنى له الشفاء إن شاء الله والعودة بصحة جيدة إن شاء الله من رحلته العلاجية داخل دولة فرنسا، إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة. طمنا وطمن الجمهور يا دكتور على تفاصيل الرحلة العلاجية وأخبار الكابتن الخطيب. الحمد لله احنا كان عندنا الكابتن كان عنده فحوصات كاملة يوم الاثنين، كان عنده استكمال أيضا للفحوصات دي والتحاليل اللي بتتعمل أيضا يوم الأربع، إن شاء الله عنده معاد يوم الجمعة إن شاء الله مع الطبيب لاستعراض نتائج التحليلات اللي بتظهر وتحديد خطة العلاج إن شاء الله في الفترة اللي جاية إن شاء الله. لكن هي زي ما أنا دايما بقول وبشفق على كابتن محمود، في الحقيقة إن كابتن محمود بيقوم بمجهود غير عادي، وأعتقد يمكن حتى الفعاليات اللي أنا بذكرها دي كابتن محمود معانا لحظة بلحظة دقيقة بدقيقة في كل التفاصيل، متابع كل التجهيزات اللي بتتم لكل البعثات اللي احنا بنتكلم عندها، متابعها جدا بشكل كبير جدا وبدقة شديدة، يعني عنده دقة غير عادية، وده يمكن بيدي أعباء كتير على الحالة الصحية بتاعته. كان عايز ينزل لمباراة السوبر، هل ميعاده مع الدكتور بكرة في باريس يمنع السفر؟ في الحقيقة هو بيحاول انه يعني يرتب اموره ويشوف، لكن طبعا نتمنى ان هو ياخد باله من صحته، ونتمنى ان هو يعني كفاية مجهود كده اللي تم في الفترة اللي فاتت دي، مجهود كبير ومجهود عنيف جدا جدا جدا، نتمنى ان شاء الله ان هو يرجع لنا بصحة وبصحة جيدة ان شاء الله، ويكمل قيادته التاريخية اللي يمكن احنا كنا بالامس القريب بنحتفل في حضور وفي حضور مجلس إدارة موقر، في الحقيقة بنحتفل بموسم استثنائي في تاريخ النادي الأهلي. النهاردة الإنجازات اللي احنا بنحققها دي بتحط قدامنا تحديات أيضا جديدة، نبقى احنا طبعا حريصين ان احنا ربنا يكرمنا ونقابل هذه التحديات، سواء زي ما الكابتن عادلي كان بيتكلم دلوقتي، مش بس انك انت تجيب لعيبة وانك تجهزهم وانك تجيب أجهزة فنية، الصناعة بقت لها مجموعة من العمليات الضخمة جدا جدا، سواء كانت داخل أرض الملعب أو خارج أرض الملعب، عشان النهاردة تنجز أحد أهم التحديات اللي بتواجه المؤسسات الرياضية في كل دول العالم، وبالطبع منها النادي الأهلي كواحد من أكبر المؤسسات العالمية، إن النهاردة أنت التحديات المالية اللي بتقابل الأندية عشان تقدر تنجز المتطلبات المالية اللي بتواجه كل هذا الحجم من الإنفاق، ده اعتقد كمان بيحتاج مجهود غير عادي. فان شاء الله ربنا يوفقنا في الفتره اللي جايه ونقدر نكمل مسيره النادي الاهلي اللي بتنال احترام وتقدير الجميع. خلوني مره ثانيه ارجع برضو اكد على موضوع العضويه، عشان طبعا يمكن انا شايف ان في ما زال حجم الاقبال الكبير عندنا، احنا محتاجين برضو نطمن الراغبين في الانضمام، ان احنا عملنا مجموعه من التيسيرات عشان برضو النادي الاهلي دايما حريص ان كل رغبات محبيه في كل مكان اللي ينضموا لهذه الاسره يبقى فيه تيسيرات مهمه للساده الاعضاء. احنا عملنا انظمه سداد جديده تقدر تعالج الزيادات اللي احنا اقرتها الجمعيه العموميه واعتمدتها الجهه الاداريه، يعني على سبيل المثال عاملين واحد من النظم السداد انك تقدر تسدد 20% عشان تقدر تلتحق ويبقى عندك الفرصه اللي تلتحق فيها باسره النادي الاهلي، وعملنا كمان مدينا المدد الزمنيه بتاعت فترات السداد، ده طبعا برضو مديناه، فاحنا هنعمل على الموقع الالكتروني الرسمي النظم الجديده للانضمام ده بعد زياده الاسعار طبعا، بعد زياده الاسعار طبعا عشان يبقوا الناس برضو تقدر تتحمل هذه الزياده. ماشي، برضو ده احنا رعيناه بشكل كويس جدا، وما يبقاش فيه فروق كبيره في المقدمات اللي كانت بتدفع في قبل 31/8 وبعد 31/8، ده اعتقد هننزله على الموقع الالكتروني عشان الناس تقدر تشوف الموضوع ده وتقدر برضه تبقى عندها قدره على الاشتراك في النادي الاهلي.
ده ايضا موضوع بالنسبه لنا مهم. يمكن انتوا بتقولوا خليه نحل النادي الاهلي، خليه نحل بقياده هذا المجلس اللي بيترأسه الكابتن محمود، احنا ايضا بنستعد على قدم وساق لمجموعه سلسله من لافتتاح مشروعات جديده في الشيخ زايد تحديدا. عندنا ان شاء الله في شهر 10 وشهر 11 سلسله من المشروعات اللي هنفتتحها في هذه المرحله، البوابه الجديده في التطوير لجزء من سور الشيخ زايد، لان الشيخ زايد هو اكبر الفروع اللي على مساحه 129 فدان، كمان بيبقى في هذه السلسله من المشروعات ان شاء الله اللي يتم افتتاحها لخدمه اعضائنا في الشيخ زايد. ايضا ملاعب كره القدم اللي هي ملاعب الاكاديميه، ايضا تطوير ورفع كفاءه لملاعب الاعضاء اللي هي الملاعب الخماسيه، ايضا ملعبين البادل تنس اللي موجودين الجداد ان شاء الله نبدا نفتتحهم ويستقبلوا الاعضاء، الجيم الجديد ان شاء الله في الفتره من شهر 10 وشهر 11، بالاضافه الى المسجد الرئيسي ان شاء الله اللي تبقى حاجه ان شاء الله يعني محل يعني تقدير وفخر لاعضائنا في الشيخ زايد، بالاضافه الى بعض المشروعات اللي احنا شغالين. البوابه الجديده هتلحق في ضمن الحاجات دي ولا؟ ان شاء الله ان شاء الله، لان انا بعدي عليها شكلها ابتدى يبان وحلوه حاجه بتعكس بقى هويه النادي الاهلي اللي احنا بنأسسها في كل الفروع. يمكن احنا بدانا بالجزيره ثم مدينه نصر، النهارده كمان فرع القاهره الجديده، والشيخ زايد النهارده بينضم للهويه الموحده لبوابات النادي الاهلي، وده اعتقد احنا حريصين ان احنا نستكمله في الفتره القادمه ان شاء الله. دي كانت يمكن بعض الحاجات اللي في كل الاتجاهات. لو جيت تبص حضرتك في كره القدم، الحمد لله ربنا يوفقنا بكره ان شاء الله في المباراه. ويمكن كمان خليني برضو من خلالكم يا كابتن عادلي، في الحقيقه عندنا جمهور يستحق الفخر. انا كنت في تواصل مستمر مع البعثه ومع الساده المسؤولين من الاتحاد السعودي لكره القدم، في الحقيقه أبدو اعجاب شديد بجمهور النادي الاهلي وتقدير كبير لجمهور النادي الاهلي، وحرصه على مجرد ما تم طرح تذاكر المباريات لماتش سوبر الافريقي، جمهور النادي الاهلي في الحقيقه كان مستنفذ كل حصته في خلال ساعتين. فالمسؤولين في المملكة العربية السعودية، ومن هنا أنا من خلال هذا البرنامج بوجه لهم الشكر على الرعاية الكريمة لبعثة النادي الأهلي والاستقبال الحافل أيضا، والتقدير الكبير لجمهور النادي الأهلي اللي هو محل فخرنا واعتزازنا. وبالمناسبة برضو احنا خاطبنا النهاردة المؤسسات الوطنية المصرية اللي احنا بنوجه لها الشكر على دعمها ومساندتها خلال الموسم الماضي، وأيضا تنظيم سلسلة من المباريات كانت محل اعجاب وتقدير في حضور جماهيري في بعض المباريات بكامل ساعه الاستاد، وده اعتقد بياكد وبيعزز ثقتنا في مؤسساتنا الوطنيه على راسها وزاره الداخليه المصريه. احنا النهارده بعتنا للاتحاد المصري لكره القدم عشان نطلب ان شاء الله المباراتين القادمتين بتوع فريق مع فريق سان جورج الاثيوب ان يكونوا ان شاء الله بالساعه الكامله، واحنا كلنا ثقه في من المؤسسات الوطنيه المصريه سواء كان سؤال تقني وفني. الماتش الثاني بقى لو جه الساعه الكامله هيبقى الدخل بتاعه لسان جورج؟ الماتش الثاني لا، الماتش الاول. الماتش الاولاني هيبقى سان جورج، يعني ماتش من الاثنين هو ماتش من الاثنين هيبقى الدخل بتاعه لسان جورج. الحقوق التجاريه المتعلقه بالمباراه هي ملك فريق سان جورج، ولكن احنا يعني متعاونين معاهم في عمليه تنظيم. ما انا حاجه افهم منك بقى لان دي جديده ولذيذه، يعني حاجه فاهمه منك شويه. قول لي يا كابتن. اسمح لي اجي لك يعني اعطلك ربع ساعه كده؟ ده انت بتشرفني يا كابتن عادلي، ده انت الاستاذ. ربنا يخليك. دكتور سعد، بمناسبه الحضور الجماهيري والملف ده مع مستهل الدوري الجديد، ايه جديد النادي كان طالب اتحاد الكرة انه يخاطب الجهات الامنيه المسؤوله في الساعه الكامله في الملاعب مع الدوري الجديد؟ هل في جديد؟ يعني في الحقيقه احنا يمكن بعتنا، يمكن كان في كلمه الكابتن محمود ايضا في الحفل، في حفل النادي الاهلي لتكريم كل الفرق الرياضيه اللي فازت في هذا الموسم، كان الكابتن محمود ايضا حريص على ان يوجه كلمة للاتحاد كرة القدم المصري ولكافة المؤسسات الوطنية المصرية بضرورة يعني ان يبقى هذا الموسم هو البداية الجديدة لعودة الجماهير في
هذه الملاعب المصرية، لأن مصر هي الدولة الرائدة في تنظيم صناعة الرياضة داخل القارة الأفريقية وفي المنطقة العربية. وأعتقد أن أنتم يعني الكابتن عادل وحضرتك أستاذ إبراهيم كنتوا بتتكلموا دلوقتي في بعض الحاجات المتعلقة بالدوري السعودي، وأكيد الحضور الجماهيري اللي موجود في كرة القدم المصرية سوف يولد دفعة مش بس فنية أيضا، ولكن أيضا دفعة اقتصادية، لأن حضرتك عارف إن الجمهور لو أصبح موجود داخل الاستادات الرياضية معناها إنه بيشتري تيشيرت الفريق، معناها إنه بيشتري كوفية الفريق، معناها إنه بيشتري وجبة وهو رايح المباراة، معناها إن في نشاط اقتصادي كان يتم داخل هذه الصناعة الضخمة اللي بتشتغل عليها مجموعة من المؤسسات الأخرى، ليس فقط المؤسسات الرياضية. فإحنا حريصين في النادي الأهلي إن وبعدين حريصين في النادي الأهلي لأن إحنا عندنا تجربة في الحقيقة تستحق التقدير، مش بس النادي الأهلي هو اللي كان الشريك فيها، ولكن اللي كان الشريك الرئيسي في هذه التجربة التي تستحق التقدير والفخر أيضا زي ما ذكرت قبل كده، وزارة الداخلية المصرية مشكورة مع مجموعة من المؤسسات الوطنية على رأسها شركة السادات، شركة تذكرتي، الشركة الأفريقية. أيضا استطعنا أن احنا نعمل مجموعة من المباريات بحضور جماهيري كامل، وكانت هناك احتفالية كبرى داخل الاستاد القاهرة، ويمكن ده كان له أثر كبير في النادي الأهلي ربنا يوفقه، وأنه يمثل مصر داخل القارة الأفريقية ويفوز بالبطولة الأفريقية رقم 11. أعتقد أن الجمهور بتاع النادي الأهلي العظيم اللي احنا بنفتخر به لعب دور رئيسي في الفوز بهذه البطولة. محتاجين مش النادي الأهلي، ويمكن النادي الأهلي برضو ده يعني البعض ما بياخدش باله ساعات من الدور الوطني للنادي الأهلي والدور المسؤول للنادي الأهلي. إحنا لما خاطبنا اتحاد الكرة الموقر كنا حريصين إن الجمهور يبقى لكل الفرق الرياضية بالساعة الكاملة، وأيضا إن الجمهور كله لكل الفرق المشاركة في الدوري الممتاز، وده أعتقد هيبقى له انعكاس إيجابي أيضا على منتخباتنا الوطنية اللي إحنا في النادي الأهلي. والجميع يجب أن يتذكر كلمة كابتن محمود الخطيب عندما كان النادي الأهلي في بطولة كأس العالم ولم يكن متواجد معه لاعبيه الأساسيين، كانوا مشاركين مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية. أكد الكابتن محمود الخطيب على أن مصر فوق الجميع ولها الأولوية المطلقة. هذا هو النادي الأهلي، وهذا هو مسؤول النادي الأهلي، وهذا هو الدور الوطني لمؤسسة النادي الأهلي اللي احنا حريصين عليه وبنفتخر ان احنا نقوم به. ويمكن في كل خطاباتنا لما بنخاطب السادة المسؤولين بنقول لهم ان النادي الأهلي بيغذي المنتخب، 50% من لاعب المنتخبات الوطنية هم أبناء النادي الأهلي، ونحن فخورين بذلك وحريصين على ان نستمر في هذا الدعم والمساندة للمنتخبات الوطنية المصرية في كل الرياضات. وانتهز أيضا الفرصة لأهنئ منتخب المصري لكرة الطائرة لفوزه بالبطولة الأفريقية. تمام جدا دكتور، شاكرين سعادتك على هذه الإيضاحات المهمة جدا واللي طمن جماهير وأعضاء النادي الأهلي. شكرا جزيلا.